سجل الركلة الترجيحية الأولى، سجل الركلة الترجيحية الأولى، كرة لا تصد ولا ترد يا روميرو، كرة لا تصد ولا ترد يا روميرو. ممتازة كانت الكرة بينما هنا ويروني، ويروني للمانيو، ويروني للمانيو أمام الحارس توماسو سور الذي أنقذ مرمى فريقه في كثير من الكرات، في كثير من المحاولات، المحاولات الخطيرة طيلة الدقائق الفعلية لهذه المباراة. بينما هنا ويروني، روني، روني أمام أوسورو، روني أمام أوسورو، هنا روني، توماسو سورو يتصدى وفرحة جماهير ميدلزبرا في هذه الأثناء، ويروني على اليمين والحارس في نفس الزاوية. توم في هذه اللحظات هل يتصدى روميرو؟ هل يتصدى روميرو؟ لم يتصدى، ولكن الكرة كانت بعيدة، ضاعت لفريق ميدلزبرا في هذه اللحظات. الثانية ضايعة، الثانية ضايعة، وهنا فرصة التعادل المانيو، سيعادل المانيو. بيريرا إذا على التنفيذ، هنا بيريرا، 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 فنان، فنان، راقي ورايق اللاعب بيريرا، يعدل المانيو ركلة لركلة، ركلة لركلة، وركلتان لكل فريق في هذه. هنا الكرة داونينج في المرمى، ممتازة، ممتازة من داونينج، ممتازة من داونينج، الثالثة إذا بالهدف الثاني وبالركلة الترجيحية الثالثة للمانيو. هل سيأتي معها التعديل؟ هنا كارك، كارك وين؟ كارك وين؟ وين يا كارك؟ بعيدة، 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 والركلة الترجيحية الثالثة ضايعة، الركلة الترجيحية الثالثة ضايعة، ركلتان لركلة والتساوي في عدد الركلات. وهنا ردود الفعل من البدلاء، من لاعب الليزبرا في هذه اللحظات، اللاعب جيبسون، جيبسون يسجل، جيبسون والثالثة، جيبسون والرابعة، يسجل من خلالها الركلة الترجيحية الثالثة. ثلاثة ميدلزبرا ركلة المانيو في هذا اللقاء. أشلي يونغ على التنفيذ، أشلي يونغ على التنفيذ، وإذا ضاعت خلاص أشلي يونغ أمام توماسو سورو. أشلي يونغ، ميدلزبرا إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية، والمانيو يخسر في ملعب أولد ترافورد بركلات الترجيح مع الفريق الذي يلعب في التشامبيونشيب. فرحة كبيرة، فرحة عارمة لجماهير ميدلزبرا إذا في هذا اللقاء. تعادل كان سلبي في الشوط الأول، تعادل كان سلبي في الشوط الثاني، في الشوط الإضافي الأول، في الشوط الإضافي الثاني، إلا في ركلات الترجيح ميدلزبرا ثلاثة، المانيو ركلة ترجيحية واحدة. مبروك لفريق ميدلزبرا، حظ أوفر للمانيو. أحبتي الكرام، أرجو أنكم استمتعتم مع هذه المباراة، على أمل أن ألتقي وإياكم في لقاءات قادمة. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.